مجتمعية وشؤون حياتية نسلط الضوء عليها بشكل خاص لتغدو أكثر وضوحاً. حلقة خاصة بعد قليل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة صوت الأقصى من غزة، أحييكم عبر هذا الأثير وأصحابكم في هذه الحلقة الخاصة، لقاء خاص ينقلنا إلى بريطانيا مع ضيف عزيز، مع رجل ذهب إلى هنالك ليدرس الطب فأصبح رجل إغاثة من الطراز الأول، أصبح رئيسا للإغاثة الإسلامية، كان هو أسس وعمل على إغاثة المحتاجين الملهوفين الضعفاء في شتى بقاع الأرض. انتقلت أعماله الخيرية إلى بلدان عدة شملت معظم المناطق التي تحدث فيها أزمات ويحتاج فيها الناس إلى مساعدة. ضيفنا الدكتور هاني البنا، مؤسس ورئيس عدد من الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني. نتحدث في هذه الحلقة عن تجربة ضيفنا دكتور هاني وتأسيس الإغاثة الإسلامية وسير العمل فيها والمعيقات. الدكتور هاني البنا، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله دكتور هاني بداية. ربنا يبارك فيكم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. حدثنا طبعا في بطاقة سريعة عن شخصكم الكريم، من هو الدكتور هاني البنا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا ولدت في القاهرة وتربيت فيها لأسرة مصرية، والدي كان شيخ في الأزهر، والدتي كانت ربة بيت يعني، ودرست الطب في جامعة الأزهر وتخرجت في عام 1976 وذهبت إلى بريطانيا في نهاية عام 1977 لدراسة الطب. وبعد ذلك طبعا تزوجت من مصرية ولي من الأطفال 5 أولاد، وذهبت لبريطانيا لدراسة الطب وحصلت بفضل الله سبحانه وتعالى على رسالة الدكتوراه في الطب في الباثولوجي في عام 1991 من جامعة برمنغهام، وحصلت على الدكتوراه الفخرية من جامعة برمنغهام في 2007، وبدأنا العمل الإغاثي في عام 1984، وأنا في نفس الوقت كنت بدرس لرسالة الدكتوراه في بريطانيا. نعم دكتور هاني، أنت طبيب وحصلت على الدكتوراه ومع ذلك اتجهت للعمل الخيري، ما السبب؟ ما الدوافع؟ هو ده كان قدر من ربنا سبحانه وتعالى، وأنا بس بتحدث فيه كده زي حواديت الليل مع الأطفال ومع العائلات، إن كان في هناك مجاعة في أفريقيا في عام 1983، ومن قبلها كان في يعني الشيء اللي أحدث فيه في تحول جذري والخروج من الطب أو بداية الخروج من الطب هو مجازر صبرا وشتيلة. يعني مجازر صبرا وشتيلة هي التي أفاق يعني جعلتني أفوق أو يعني إيه أفوق من يعني إيه أستيقظ من النوم، أفيق من النوم. نعم. لأن إحنا لم نرى يعني شراسة وعنف يرتكب ضد أبرياء موجودين في مخيمات صبرا وشتيلة.
دي كانت النقطة الأولى، نقطة التحول الجذري في مسار الطب أو مسار العلاج. النقطة الثانية هي المجاعة في أفريقيا عام 1983، يعني السنة دي والسنة اللي بعدها تقريبا، لما شعرنا أن كل العالم يقف للاجئين والنازحين من القرن الأفريقي اللي دخل السودان من إريتريا وتيجراي، وما كانش هنا احنا اي جمعيات او اي مؤسسات تحمل فكر شرقي او فكر اسلامي او فكر عربي، خاصه في بريطانيا. فدعيت لاحضر لقاء للجمعيه الطبيه في الخرطوم في عام 1983، وكان قدر الله سبحانه وتعالى ان احنا تعرفنا على بعض العاملين في الوكالة الأفريقية الإسلامية للإغاثة، وقلنا ان المجاعة دي مجاعة شديدة، وهناك في مسلمين وفي مسيحيين جايين، واحنا المسؤولية علينا في السودان كبيرة جدا. فأخذت بعض الصور من الشباب اللي هناك دول وبدأت اجمع التبرعات. فكان اول ما وقفت ترانزيت في القاهرة قعدت مع أهلي، يعني جمعت منهم حوالي 1500 جنيه مصري في الوقت ده، من والدي من والدتي من خالتي من خالي. كان أظرف تبرع كان هو من طفل صغير عنده 9 سنوات، كان عشان بتاع الشوكولاتة بتاعته. وده طبعا رسالة للأطفال في غزة وفلسطين، لأن 20 قرش هي أساس بناء أو عمل الإغاثة الإسلامية اللي احنا بنتكلم عليه. أما في قصة طريفة جدا، المؤسسين الإغاثة الإسلامية هم 3. الأول لم يكن معي، حتى حينما دعيت لاجتماع الجمعية الطبية في الخرطوم لم يكن معي 8 تذكرة الطيارة. فذهبت للمركز الإسلامي في لندن لورجينت بارك، وطلبت من الإمام، كان يعرفني شخصيا لأنه كان تلميذ والدي من تلاميذ الأزهر، ففتح الدرج وقال لي ده 300 جنيه أهم اشتري بهم تذكرة الطيارة. لم نعرف وإلى الآن ما عرفنا من هو أو من هي صاحبة هذه 300 جنيه إلى الآن. لكنك تعرف الشيخ الذي أعطاك 300 جنيه. لا بس الأصل في الموضوع ده، يعني أصل لما أنا أخذت 300 جنيه واشتريت تذكرة طيارة ونزلت السودان، وبعدين الشخص الثاني اللي هو الشخص اللي قال لنا لابد تعملوا وتساعدونا لأن المشكلة كبيرة جدا، والشخص الثالث اللي هو الطفل اتبرع ب20 قرش. عندك 3 شخصيات للطفل في ساعة النوم، رجل أو امرأة تبرعت ب 300 جنيه لا نعرفها وكان أو كانت السبب في الذهاب إلى السودان. ثم شخص غير من فكرك وأعطاك بعض الصور، ثم طفل تبرع بمال الشوكولاتة. هم دول أساس الأول بذرة في بناء الإغاثة الإسلامية في ديسمبر عام 1983. طيب الإغاثة الإسلامية، مزيد من التفاصيل أو المعلومات، من هي مؤسسة الإغاثة الإسلامية وما هو مهامها؟ هي طبعا مؤسسة إنسانية دولية مستقلة مسجلة مكتب الرئيسي في بريطانيا، ولها مكاتب مسجلة في أكثر من 40 دولة. ما شاء الله. تعمل منذ عام 1984 وهي عضو في تحالفات كثيرة جدا، في المجلس الاستشاري الاقتصادي التابع للأمم المتحدة منذ عام 1993، وتحالفات كبيرة جدا. استطاعت بفضل حياديتها واستقلاليتها انها تتعامل مع كافة المؤسسات الدولية والدول الغربية والشرقية التي منحتها الثقة واعطتها دعم كبير جدا جدا جدا. نشأت في بريطانيا عام 1984 بعد النشأة اللي أنا قلت لك عليها دي، ونمت في دول كتير جدا في أوروبا وفي أمريكا وفي كندا وفي الصين وفي أندونيسيا وفي باكستان وبنغلاديش إلى جنوب أفريقيا، السويد النرويج إلى آخر. يعني النبتة كانت بذرة جيدة في أرض طيبة. انت ممكن تسألني سؤال، نعم، وسؤالك هيكون لي ايه؟ انت في بلد مسيحية، نعم، هل مساعداتكم للمسلمين فقط ام تشمل غير مسلمين؟ لا 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 لا، فالاصل احنا سميناها الاغاثة
الإسلامية. ليه؟ لأن احنا كنا عايزين يكون للمسلمين واجهة إنسانية خيرية حرفية مهنية مستقلة تستطيع أن تعمل بمهنية ويحترمها الجميع، لأن كلمة إسلام ما زالت وكانت بعبع يخوف العالم وخاصة السياسيين والأمنيين، نعم فاحترمها الناس. ليه؟ لأنها كانت محايدة ومستقلة في قراراتها الإنسانية. نمينا في بريطانيا، وأنا أعتقد أن بعد فضل الله سبحانه وتعالى ثم صغار المتبرعين من العمال والجالية الباكستانية والهندية الجالية المسلمة عامة الآسيوية بالذات الآسيوية كان لها الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في رعاية هذه البذرة اللي هم العمال، ونتكلم عن العمال وسواقين التاكسي والمحللين على المعاش، لأن في الثمانينات كانت ما زالت الجالية ضعيفة ضعيفة ماديا، كانت تبرعات قليلة جدا، فكنا بنفرح لما نخش مسجد من المساجد ونطلع منه 50 جنيه او 100 جنيه او 200 جنيه بعد صلاه التراويح. ما شاء الله. والفضل ده بعد كده للحكومه البريطانيه او المجتمع البريطاني الذي استطاع ان يحافظ على مثل هذه النبته. ها؟ نعم. فنبتت ورعت واستفادت من القوانين التي ترعى نمو وبناء مؤسسات المجتمع المدني وخاصه الدوليه الانسانيه منها. نعم. فاحنا المسيره دي فيها ثلاث شركاء. نعم. الشريك الأول بعد الله سبحانه وتعالى هو فقراء المسلمين من العمال في بريطانيا من الجالية الآسيوية، ثم بعد كده الحكومة البريطانية والمجتمع البريطاني الذي يعني لم يعاند أو لم يضغط أو لم يمحو أو لم يعني يعيق نمو الإغاثة الإسلامية. نعم دكتور هاني، لم تجدون لم تجدوا معيقات في بداية النشأة؟ لا 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 أبدا. أنا بس طيب. بديك الصورة. نعم. اللي أنت المفروض تترجمها عندك. نعم. على أماكن أخرى لو حدث الإغاثة الإسلامية أنشئت في بلد ما في مكان ما في قارة ما تحت زعيم ما أو حكومة ما، ماذا كان سيكون مصيرها الآن؟ بالطبع حتى بلدان عربية لم تكن لتسمح. ماليش دعوة، أنا راجل مش سياسي، أنت بقى عايز تسيس تسيس زي ما أنت عايز. نعم. طيب دكتور هاني البنا، ذكرت بعض الدول التي لكم فيها مكاتب أو مقرات، هناك دول ربما للظروف المعيشية والاقتصادية تساهم، الشعوب تساهم في الإغاثة، وهناك دول وشعوب تحتاج مساعدة. لو تطرقنا إلى يعني موقع فلسطين، التجربة الشخصية لديكم عن فرع فلسطين وتأسيسه. طبعا فلسطين وخاصة غزة كان بالنسبة للإغاثة الإسلامية حلم كبير منذ نشأتها. في بعض الأماكن كده يعاب علينا إن لم نعمل فيها. تأجل العمل في فرع فلسطين كمكتب إلى أن زرت أنا الضفة الغربية عن طريق الأردن في عام 1996، وذهبت للقدس وذهبت للخليل، وفي عام 1997 ذهبت إلى غزة علشان ننشئ الفرع هناك. وفعلا قعدنا مع المسؤولين جزاهم الله خير في الوقت ده، وقلنا لهم احنا عايزين نعمل، وفعلا بدأنا نسجل المكتب في غزة في عام 1997، وبدأ العمل فعلا في نهاية 97 أو بداية 98، وكان لي بعض المشاريع اللي هي في رفح غزة ودير البلح اللي هي مراكز للتعليم السريع أو اللي هو بيسموها اللي هو يعني ما هيش يعني لزيادة تحصيل الطالب اللي هو Enhancing Education Center. فهكذا بدأنا، كنا معاملين شراكة في الوقت ده مع جمعية الزكاة أو لجنة الزكاة. نعم. وأنا ليا هناك أساتذة أفاضل منهم ما زالوا أحياء ويؤثر في قلبي ذكراي الجميلة معهم، وأكل الفول والطعمية عند أبو طلال
واكل الكنافه بتاعكم اللي جبنا اسمها بسموها ايه؟ نعم نابلسيه؟ نعم كنافه نابلسيه، كنافه النابلسيه الى اخره. فاحنا بدانا شراكه منذ عام 1994 مع لجنه الزكاه هناك عندكم، والان المكتب ما زال يعمل بفضل الله سبحانه وتعالى. بعد ان تركت الاغاثه، انا تركت الاغاثه من 9 سنوات في غزه وفي الضفه الغربيه، ولي مشاريع كثيرة جدا جدا جدا، لأن طبعا يعني غزة وفلسطين والضفة الغربية كل هذه الأماكن أماكن يعني عيب أو على أي مؤسسة إنسانية في العالم أن تغفل حاجة شعبها. ما شاء الله دكتور هاني، تذكر كل هذه المحطات من عام 1997 وفلافل أبو طلال والكنافة وغير ذلك والأشخاص والمشاريع والمقرات واللجنة. لو أنت قابلتهم شخصيا أرجو منك أن تقبل رؤوسهم وأيديهم، منهم من لقى ربه ومنهم من كان يسمعوني دلوقتي، أنا أرجو منهم أن يدعوا لي أنا لأني في حاجة إلى دعائهم. إن شاء الله إن شاء الله كل الدعاء لكم، ونسأل الله تعالى لكم السداد والتوفيق. دكتور هاني، ما الذي جعلك تحتفظ بهذه المحطات مع أنه بالتأكيد زرت بلدان عدة ودول عدة وأقمت مشاريع في كثير من البلدان؟ لا شك أن كثرة المحطات والمواقف تنسي بعضها، ما الذي جعلك تحتفظ بهذه المواقف في غزة؟ لما تعيش القضية عمرك ما تنساها. أها. طبعا. ولما أنا زرت غزة وقعدت على البحر هناك 97، وطبعا كنا مع مؤسسة ما أنيرة اللي هي مؤسسة أمريكية في الشرق الأوسط، يعني كان هم شركاء أو كنا احنا شركاء ليهم. كان في شاب فلسطيني هناك، أستاذ فلسطيني مش شاب يعني، كان هو أستاذ يعني. فلما دخلت المعسكرات والمخيمات في الشاطئ في جباليا، يعني حسيت إن الإنسان لابد إن هو يقدر هذا الشعب أو هذه المجتمعات التي تعيش وتنتج، لا سبق تنتج أفراد، تنتج فعالية، وهي من أكثر المناطق في العالم العربي في التحصيل العلمي، وهي شعب لا يحبط ولا يستطيع أو تستطيع قوة أن تحبطه، لأنه يعيش لقضية ليست قضية شارع أو قضية وطن، لكن قضية الإنسان في الأرض، قضية العدل والعدالة في الأرض، ومع ذلك ينتج فكر، ينتج طاقات، ينتج فعاليات، ينتج تحصيل علمي، ينتج قيادات مجتمعية، ينتج مؤسسات مجتمع مدني، ينتج كل هذا الزخم الذي يقود المنطقة العربية كلها في العمل المدني. فإن قيمنا العمل المدني في الضفة الغربية وفي غزة، لوجدنا أن مؤسسات المجتمع المدني في غزة والضفة الغربية تتقدم بأميال عن العديد إن لم يكن كل المؤسسات في العالم العربي. دكتور هاني، وهذا ليس فخرا فقط لأهلنا هناك، ولكنه فخر للعالم. كيف نخرج الفعالية من بطن المعاناة؟ نعم. تطرقت دكتور هاني إلى صبرا وشتيلة وأحداث بعينها، لكن لو تسألنا هنا عن القضية الأكثر تأثيرا فيك، ما هي أهم قضية أو المواقف والمحطات اللي أثرت فيك؟ هو صبرا وشتيلة كانت ومضة. نعم. صحينا مية عن النوم زي المسحرات الكاريبية، صحيك بالطبلة جاء تك 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 تصحى من النوم. لكن البوسنة كانت ذبح من وريد إلى وريد. البوسنة. لأننا عشناها في أوروبا، لم نكن نتخيل أن هناك بشر بهذه البشاعة، لأن احنا خالطنا البنات والأخوات والنساء المغتصبات اللائي كنا يغتصبنا مرات ومرات كل يوم بتوجه حكومي. نعم. وده مدون في كل محافظ المؤتمرات في العالم، ما لا يقل عن 40 أو 50 أو 60 ألف فتاة وامرأة اغتصبنا قسرا في معسكرات اللي هي بنسميها
الكونسنتريشن، المعسكرات اللي هي اللي حبسوها زي الكونسنتريشن كامب اللي كان عملها النازيين في اخواننا اليهود في المانيا الى اخره. لما نتكلم عن حاجه زي كده هو ننظر الى هذه المجزره اللي هي مجزره المراه، ذبح المراه بشرفها نريد. الامر الثاني اللي هو التصفيه العرقيه على مدى 3 سنوات التي شملت كل من طفل عنده 4 أو 5 سنوات ذبح. لما تجد طفل ذبح عنده 5 أو 6 سنوات، يعني ننظر للصور الأطفال في سوريا وهم يقتلوا دلوقتي بالإسقاط الجوي بالطائرات أو بقنبلة، لكن لما إنسان يمسك طفل ويذبحه من وريد لوريد دي مؤلمة وقاتلة. الأمر الثالث اللي هو تدمير أو محو أغلب الآثار الإسلامية تدل على هوية الشعب البوسنوي الذي عاش في هذه المنطقة، ليس فقط مع دخول العثمانيين بل قبل العثمانيين. لكن أنتم دكتور هاني، ما هو دوركم وماذا كان فعلكم لمساعدة أهل البوسنة؟ أنا هقول لك حاجة، كان في احتفال ب25 سنة على ما يعني 20 سنة مذبحة سربنيتسا، 95 يبقى 20 سنة تقريبا أو 21 سنة كانوا بيحتفلوا بيه هنا بالمنجان. أكثر وسام شرف شعرت به حينما التقيت بثلاث شباب كانوا ممن كانوا داخل معسكرات التعذيب، فلما ذكرت لهم اسم الإغاثة الإسلامية بكوا وقالوا بعد فضل الله سبحانه وتعالى لولا الإغاثة لما كنا أحياء إلى اليوم. ما شاء الله. فهذا يدل على أن بعد 20 سنة حينما يذكرك المحتاج والفقير في أي مجال، نتكلم عن الأكل وعن الشرب وعن الصحة وعن التعليم وعن مزارع السمك وعن 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 اللي هو العكاكيز اللي احنا كنا، كان عندنا مصنع صغير لعمل الأطراف الصناعية إلى آخره، كل هذه الأشياء وما زالت قائمة، ما زال المكتب مفتوح إلى الآن. وهذا العام اللي هو العام القادم سيحتفلوا ب25 عام على تأسيس مكتب الإغاثة الإسلامية في سراييفو. فكل المشاريع اللي تتكلم مشاريع إنسانية أو تنموية بيعملوا فيها هناك، سواء كان في غزة أو في توزلا أو في زينيتسا أو في بيهاتش أو في، ويمكن عندكم شاب من الشباب موجود في غزة اسمه الأستاذ كمال مصلح، كان هو مدير مكتب البوسنة موجود، يعني كنت أنا أشوفه على الفيسبوك دايما، كان هو ساعتها بيدرس في زغرب، كان هو أول مدير للإغاثة الإسلامية في زغرب في 1992-93-94. نعم. وواصل حديثي مع الدكتور هاني البنا، مؤسس ورئيس عدد من الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني أهمها الإغاثة الإسلامية. دكتور هاني، إذا تحدثنا عن الإغاثة الإسلامية، هناك مكاتب عديدة كما تفضلت، هناك مسميات الإغاثة الإسلامية في فرنسا، الإغاثة الإسلامية في ألمانيا، الإغاثة الإسلامية في كندا، الإغاثة الإسلامية في بريطانيا. هنا نتساءل وللإيضاح حتى يعرف المستمع الكريم، هل هذه المقرات كلها تعود لمرجعية واحدة؟ طبعا هو الإغاثة الإسلامية لها مكتب رئيسي في برمنغهام تعود إليه العديد إن لم يكن كل مكاتب الإغاثة الإسلامية في العالم. الإغاثة الإسلامية في فرنسا عندها مكتب عندكم في غزة كذلك. نعم. حبت أن تستقل بعملها لخاصية العمل الفرانكوفوني اللي هو إحنا طبعا بمنطقتنا اسمها الأنجلوفونية. نعم. وفتحت لها مكتب في فرنسا وأصبح لها استقلالية في العمل، وده مش عيب. نعم. ليس عيب ولا سبة لا في الإغاثة الإسلامية الأم ولا في الإغاثة الإسلامية في فرنسا، ده بالعكس بيجعلك تنظر إلى أنك بتتفاعل مع حاجات المكاتب التي نشأت تحت عباية المؤسسة الأم وتعطيها الاستقلالية وتتعامل معها كشريك، تتعامل معها كشريك، وده شيء طبيعي جدا 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 في المؤسسات الدولية. فلما نجي ننظر أن في العائلة الإغاثة الإسلامية في فرنسا انتهجوا نهج انهم يكونوا مستقلين، ونحن نبارك لهم هذا، لان كل ما يقومون به
سيأتي بخير للمستفيد من الفقراء والمساكين والأيتام والأرامل إلى آخره. بالطبع. نتكامل معهم في الرؤية. فما يكون في مكتبين للإغاثة الإسلامية في غزة، واحد فرانكوفوني أعتقد الأستاذ قدوم هو رئيسه أعتقد حاجة كده، والأخ الثاني والآخر يكون تابع للمكتب الرئيسي. في نظري أنا الشخصي أنا أقرب بين وجهات النظر بين المكتبين، وهي فعلا تتعامل مع بعض بكفاءة وبتنسيق. نعم. طيب كيف يمكن أن نطور من العمل التكافلي في فلسطين، وما هي سبل الإدارة الناجحة لهذه الشريحة في فلسطين نتحدث؟ أي عمل إنساني لابد أن يستقل استقلالية تامة عن أي فصيل سياسي. نعم. أو أي فصيل ديني يعني آخر، بمعنى إذا كنت تريد أن تتعامل مع العالم أو أي فصيل عسكري أو أي فصيل أمني إلى آخره. وهنا الحيادية التي لابد أن تتمتع بها المؤسسة منذ ولادتها. لا يجوز للعمل الإنساني وعمل مؤسسات المجتمع المدني أن يكون لها من يديرونها من الخلف. نعم. أن يكون لها أكثر من مجلس يقرر لها، مجلس رسمي أمام الحكومة ومجلس غير رسمي خارج نظم الحكومة. هذه هي الطامة الكبرى في نمو المؤسسات. أنا لا يديرني أن أكون اسم مؤسسة مسيحية أو إسلامية أو إلى آخره. الدين مش هو يعني أو الفكرك أنت كمؤسسة نحترمه وقيمك نحترمها، بس الحوكمة لابد تكون واضحة للجميع، ولابد أن تكون هي تابعة مأمورة من مؤسسة غير إنسانية تحدد لها السياسات، وده بيكون المقتل الكبير عند الدوائر الأمنية أو الدوائر الحكومية التي تقول لك هذه المؤسسة لا تستقل بقراراتها الإنسانية. دي نمرة واحد. نمرة اثنين الشفافية المالية. الشفافية المالية مهمة جدا 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 في الصرف وفي الجمع. وأهم شيء في الشفافية المالية كيف صرف المال. نعم. وأين صرف المال وعلى من صرف المال. دي نمرة اثنين. نمرة ثلاثة الخطاب الإنساني للجمعية. هل هو خطاب فئوي، خطاب جمعوي، خطاب سياسي، أم خطاب إنساني؟ من خلال الخطاب ننظر إلى الصورة التي تضعها الجمعية على الفيسبوك بتاعها على أوراقها. هل هذه الصورة صورة لها معايير إنسانية؟ ولا صورة لها معايير سياسية إلى آخره إلى آخره إلى آخره. نمرة أربعة أو خمسة الأفراد نفسهم القائمين على هذه المؤسسة لابد أن يكونوا حياديين في القول وفي الفعل، فيضرون المؤسسة كثيرا إذا كانوا هم لهم آراء سياسية أخرى خارج عمل المؤسسة، فستحسب مثل هذه الآراء على المؤسسة نفسها. نمرة ستة أو سبعة أو ثمانية الحلفاء معك. وفي التحالفات نبدأ أولا بمؤسسات المجتمع المدني داخل فلسطين. كيف نتواصل ونبني الشراكات بين بعضنا البعض؟ نمرة واحد. نمرة اثنين كيف نبني شراكات وتكاملات أو اتصالات بيننا وبين الدوائر الحكومية التي تدير الأمور عندنا. نمرة ثلاثة كيف لا يعني نعمل أعمال يشق فيها أو تشق فيها الدوائر الأمنية والاستخباراتية. نمرة أربعة الأمر الآخر كيف نبني تحالفات مع غير الجمعيات اللي هي من غير الجمعيات الفلسطينية، دي شرائح أخرى سواء كان عربية أو إسلامية أو أوروبية. نمرة خمسة أو ستة كيف نبني تحالفات مع المؤسسات الدولية الأممية في العالم. أنتوا عندكم أنيرة متخصصة
في القضية الفلسطينية، الأمم المتحدة، الجامعة العربية، منظمة التعاون الإسلامي، الاتحاد يعني لما نتكلم عن الاتحاد الأوروبي إلى آخره إلى آخره إلى آخره. إن هؤلاء الناس إنما يريدون أن يبنوا شراكات معنا، ينظروا إلى جهاز مجلس الإدارة، ينظروا إلى العاملين ويعملوا عنهم أبحاث عن كل شخصية من الشخصيات داخل أجهزة مجلس الإدارة، ينظروا الخطاب السياسي والإنساني على صفحات الفيسبوك قبل أن يجيزوا عمل جمعية معهم. التحالفات مهمة جدا 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 مع هذه الجمعيات، من خلال التواصل ومن خلال محاولة بناء الشراكات معهم. السفارات اللي موجودة في البلاد اللي عندنا يعني فيها كل سفارة أوروبية أو أمريكية فيها قسم إنساني بيحاول يصرف أموال داخل مثل اليابانيين أو الألمان أو البريطانيين أو الفرنسويين إلى آخره، السفارات العربية والإسلامية إلى آخره. يعني كل هذه لابد أن تعرف والشمس تشرق. أما إذا غربت الشمس وحصلت الطامة وبدأت بتعريف نفسك فصعب أن يقف جنبك بعض الناس. أنا هديك مثل صغير جدا في المسيرة بتاعت الإغاثة الإسلامية. لما حدثت أحداث 2001 11 سبتمبر 2001، احنا كنا قبل 11 سبتمبر 2001 ب10 أو 11 سنة كنا فاتحين أبواب الإغاثة الإسلامية في أوروبا وأمريكا. نعم. وبدأناها من قبل قضية البوسنة. فتحناها إزاي؟ فتحناها داخليا بأننا لم نجعل التعيين الموظفين بالإغاثة حكرا فقط على المسلمين. كان في منا مسلمين وكان في واحد أو اثنين من غير مسلمين. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، بدأنا نحضر اللي هو المؤتمرات الدولية لكي نتعلم ماذا يقول القوم، لأن هؤلاء القوم سبقونا بعشرات السنين وفي بعض الأحيان بمئات السنين. نمرة ثلاثة، بدأنا نتواصل مع أعضاء البرلمان في بريطانيا، مع السفارات، مع الحكومات إلى آخره. فبدأت مسيرة الانفتاح 10 سنوات والشمس تشرق قبل أن يأتي غيوم وضباب 11 سبتمبر 2001. فلما حدثت أحداث 11 سبتمبر 2001 لم تغلق الإغاثة الإسلامية لا في أمريكا ولا في بريطانيا. حققوا معنا وقعدوا في المكتب 4 أو 5 أشهر، 3 مكاتب من الفيدرال جوفرمنت في أمريكا يشوفوا ما هي العلاقة بين الإغاثة الإسلامية في بريطانيا والإغاثة الإسلامية في أمريكا. وأجيزت الإغاثة الإسلامية، تقلصت التبرعات في عام 2002 في أمريكا لكن تضاعفت فيما بعد. وكذا كان هذا الخلاف، كان هذا الفاصل بيننا أو الفارق بيننا وبين مؤسسات أخرى أغلقت. فكان الموظفين في الإغاثة الإسلامية في التسعينات يعني يدخلوا مسجد مساجد معينة ويقولوا والله احنا بنخش المسجد نجمع 3000 ولا 4000 دولار، وفي مؤسسات أخرى تدفع 50,000 دولار أو تجمع 50,000. أقول لهم أنتم بتقولوا إيه؟ يقولوا احنا بنقول كذا. وهم بيقولوا إيه؟ بيقولوا كذا. أقول لهم لا تقولوا ما يقولون، لأن ما يقولون كان خطأ فاحشا العمل الإنساني وأساسياته. استمرت الإغاثة الإسلامية قبل 11 سبتمبر وبعد 11 سبتمبر في أمريكا، وما زالت إلى الآن معتمدة في أمريكا وتحصل على الدعم من الحكومة الأمريكية، ولها تحالفات كبيرة جدا 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 في داخل المجتمع الأمريكي وكذلك الإغاثة في أماكن أخرى. طيب دكتور هاني، ما هي العقبات والمصاعب التي قد تواجه تأسيس أي مؤسسة إغاثية؟ أول عقبة وجود الكوادر البشرية اللي فعلا تستطيع أن تقوم بهذا العمل، لأن مدى كثير جدا من الشباب خاصة في المنطقة العربية يعتبرون العمل الإغاثي ده عمل يعني إيه مش حرفي، وخاصة من أبناء الخليج. ليه؟ لأن مش مجدي يعني، لا 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 لا, لا لا يعوض يجعل في عائد مادي قوي لنا. وكتير جدا من الشباب اللي يشتغلوا معنا وهم يتعلموا بيسيبونا بعد 5 أو 10 سنين لأن المرتبات غير مجدية ولا
تضاهي او توازي المرتبات التي تعطيها المؤسسات الدوليه الاخرى الكبرى او المؤسسات التجاريه والاقتصاديه الاخرى. ده نمره واحد. اهم حاجه، اهم عنصر عندي في عقبه من العقبات هو الكوادر البشريه اللي انا عايزها. طيب دعنا إذا سمحت لي في هذه النقطة وهذا المحور، ما هي المؤهلات المطلوبة للكوادر العاملة في المجال الخيري والإنساني؟ عايز أجيب لك من الآخر ولا من الأول؟ تفضل كما تشاء. أهم شيء أن يكون الشخص مؤمن بالعمل ده، سواء كان طبيب أو مهندس أو خريج لسه، يعني في شباب جم اشتغلوا عندنا ما كانش عندهم تحصيل جامعي. انا اعرف اتنين من الشباب ما كانش عندهم تحصيل جامعي، واحد فيهم دلوقتي خد الماجستير اللي هو وكان اصبح مدير الاغاثه في بريطانيا، والتاني اللي هو دلوقتي رئيس الاغاثه اللي بعد ما قعد في الاغاثه 10 20 سنه خد الام بي اي بتاعته، مش عارف هسموه ايه بقى بالعربي الام بي اي دي، من جامعه السنه دي وهو رئيس الاغاثه الاسلاميه. لما دخل عندنا كان مؤمن بالقضيه، فإيمانك بالقضية بيعادل الدرجة العلمية اللي عندك. نعم. فبالتالي احنا ممكن ناخد الشباب الصغير نعلمه فيكبر، ونعلمه فيكبر، أو نأهله فيكبر فيصبح قادة. والأمثلة قدامنا كثيرة جدا جدا. ضربت لك اثنين، واحد ما كانش كمل التعليم الجامعي بتاعه، نعم، من أصل لبناني، والتاني من أصل إريتري أصبح حاليا عند هو رئيس. وأنت هتخش على الصورة بتاعت الأغاثة الإسلامية حاليا هتلاقي السي او هو هذا الشخص. نعم. اخذ هذه الدرجه في هذا العام، ولكفاءته ومعرفته وايمانه بالعمل تدرج في كافه المراتب داخل الاغاثه الاسلاميه الى ان اصبح اللي هو المدير التنفيذي العام لكل فروع الاغاثه الاسلاميه، ومن اصل اريتري. نعم. طيب فالايمان بالقضيه مهمه جدا. نعم. لان الايمان معناه انك بتضحي وانت شاب صغير، وكتير جدا من الشيء، يعني اغلب الذين دخلوا في الاغاثه الاسلاميه في الثمانينات كانوا شباب. نعم. وخريج جامعات، اصبحوا دلوقتي بسم الله ما شاء الله مرجعيات. نعم، ما شاء الله. دكتور هاني، يعني هناك انطباع بانه العاملين في المؤسسات الخيريه والاغاثه الاسلاميه وخاصه عندكم في المقرات التاسيسيه الرئاسيه ربما يكونون يعني متطوعين او يعملون باجور زهيده. هل هم متطوعون أم براتب؟ وهل رواتبهم مجزئة ومساوية لرواتب المؤسسات الأخرى؟ طيب لما يكبر العمل التطوع يكون جزء منه، ما يكونش العمل كله. لا تستطيع أن تبني منظومة مؤسسة تعمل في 20 أو 15 أو 10 أو 5 دول على المتطوعين فقط. لابد أن تعين القوي الأمين. نعم. والقوي هنا بيتكلف. نعم. وما فيش زي ما احنا بنقول بالمثل المصري، ما فيش حلاوه من غير نار. النار معناها ايه؟ ان انا بجيب الحلاوه سواء كانت هي طحينيه او عسل او اخر اشتريها، وانا احط عليها النار يعني بكلفها. فلا بد في هذا الامر ان اتي بالناس الذين هم على درايه بالعمل. يعني في اول سنين الاغاثه اللي هو من 84 لحوالي 87 88 كانت اغلب العمل أو 90% من العمل على التطوع. ترجع أنا شخص ولا شخصين كان بياخد مرتبات والباقي متطوعين. دلوقتي صعب يكون عندك ميزانية 300 مليون 400 مليون دولار ومواد عينية وكذا 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 وتجيب فريق متطوعين. أنا من متطوع هيكون له دور في المؤسسة، لكن الذي يحكم المؤسسة هي إداراته التي تستطيع أن تصرف المال وتراقب صرف المال وتوجه المؤسسة وتصنع المشاريع وتغير المجتمعات ثقافيا وفكريا من خلال إيمان أبناء هذه المجتمعات بمجتمعاتها مرة أخرى. والتطوع قد يكون في المرحلة الأولى في مرحلة التأسيس، أما إذا كبر العمل فلا بد من تفرغ ناس تفرغ كامل. الأنظمة أو الأمثلة اللي في بعض الدول المحيطة بكم، وده متفرغ وده مش متفرغ، ده كله ده لا يسمن ولا يغني من جوع. إن لم يكن الشخص متفرغ ومؤهل ويعطى ما يريد لن تستطيع أن تطور المؤسسة التي هو فيها.
المرتبات اللي احنا اللي بتعطيها الاغاثه على المؤسسات الاسلاميه لا تضاهي المؤسسات الدوليه الكبرى، بل بالعكس هي تعتبر اقل منها بكثير، وده شيء بيجعل ان في تنافس ما بين المؤسسات اللي عندنا في بريطانيا او غيرها والمؤسسات الكبرى التي تاتي فتختطف الكفاءات والفعاليات. انا اتذكر في ازمه التسونامي لما حصل في 2004 2005 كان عندنا شاب واحد في باندا اتش بيتكلم انجليزي. نعم. كنا بنديله مش عارف 200 دولار ولا 300 دولار في الشهر. في خلال شهرين ثلاثه اخذته مؤسسه دوليه ادت له 2000 دولار. انت مش ممكن تتنافس من 200 دولار او 300 دولار ل 2000 دولار، تقدر؟ ما تقدرش. لا طبعا. وده بيعتبر التحدي الكبير امامك، كيف تجذب مثل هذه الطاقات والشباب اليك حتى ولو كان مرتبك ضعيف. هنا الحل بيكون بايه؟ ليس بالمال لكن بالاحترام. ليس بالمال ولكن بالتمكين وتفعيل الشباب. في شباب كتير جدا كانوا بيشتغلوا عندنا في امريكا وكان مرتباتهم يعني قريبه للي هو لمستوى الاعاشه فقط. اتتهم جمعيات اخرى تعطيهم نفس يعني 4 أو 5 مرات من المبلغ، وكان جمعيات اسلاميه رفضوا. لماذا يا اخي الفاضل؟ لانهم كانوا يشعروا انهم اصحاب المؤسسه، عندهم انتماء لهذه المؤسسه. ها؟ عندهم انتماء لهذه المؤسسه. هذا الذي جعل عندهم انتماء. لما تكون انت حتى شاب عنده 25 30 سنه تديله 2000 دولار في الشهر في لوس انجلوس او حاجه زي كده، وتيجي مؤسسه اخرى تقول له برضك اسلم تديله، تقول له هديك 5000 أو 6000 دولار، يقول لها لا مش حاجه. ليه؟ لان هو صاحب القرار وصاحب الرؤيه وصاحب العمل. نعم. دي صعبه. دكتور هاني اذا سمحت لي في نهايه هذا البرنامج، لدينا دقيقتان فقط، نتحدث عن المنافسه بين المؤسسات الاسلاميه، هل تجدها قويه ام تجدها في الصالح العام؟ هو طبعا في مرض حاليا ما بين بعض المؤسسات العربيه الاسلاميه، مرض الصوره، ومن هو الاول ومن هو الزعيم. نعم. ودي بدأت تظهر مرة أخرى لما ازدادت أموال بعض هذه المؤسسات فأصبنا بالكبر. ولم نكبر، لم نكبر لكن أصبنا بالكبر والغرور، ودي موجودة حاليا. وأصبح مثل هذا الغرور يضفي إرسال بعض المشاريع التي لا تحتاجونها في غزة، لأن المانح يريد أن يفعل هذا المشروع وأنت لا تحتاجه لا في فلسطين ولا في سوريا ولا في العراق. ده شيء واحد من واحد. أما التنافس الحميد يبنى على التكامل في الرؤية. نعم. لو تكاملنا وجلسنا مع بعض في وطن واحد كمؤسسات في غزة وعدنا حددنا رؤية وأصبحنا قلنا ده هيتخصص في ألف وده هيتخصص في بي وجيم ودال، فكل منا يحول ما يأتي من أموال في مشروع معين إلى أخيه في المؤسسة الأخرى. طيب دكتور هاني إذا سمحت لي في نهاية هذا البرنامج كلمة سريعة لأبناء الشعب الفلسطيني ومستمعينا في قطاع غزة. طبعا أنا بأهني أبناء الشعب الفلسطيني كما قلت في الأول، لأنهم أثبتوا للعالم كله أن الإحباط ليس على أجندتهم. نعم. أنهم الشعب الذي يعيش ومن خلال عيشه يبعث الأمل في شعوب أخرى. أن الجمعيات الفلسطينية من أرقى الجمعيات الموجودة في العالم العربي، إن لم يكن حتى متقدمة على بعض الجمعيات في الغرب. أن يؤمن الشعب الفلسطيني أنه لابد أن يتكامل داخليا بقوة، لأن التغيرات التي تحدث في المنطقة العربية كلها سلبا كانت أم إيجابا نريد أن نبعد بها عن شعوبنا لكي لا تفتت مجتمعاتنا. تكامل ما بين الجمعيات وما بيبنوا القاعدة الصلبة للمجتمع. التكامل بيننا وبين حكومتنا، لابد حكومتنا تتحالف مع جمعياتنا ومع أبناء شعبها تحالف قوي متين وأبدي لكي نصد أي فكر غريب وأي تدخلات غير حميدة تفتت المجتمعات كما نراها حاليا في سوريا أو في العراق أو في اليمن.
أشكرك جزيل الشكر الدكتور هاني البنا، مؤسس ورئيس عدد من الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، مؤسس الإغاثة الإسلامية. شكرا لك، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منكم وأن ينفع بكم. طبعا مستمعينا الكرام، نصل بكم إلى نهاية هذه الحلقة الخاصة قدمناها من إذاعة صوت الأقصى من غزة، في أمان الله وحفظه. للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى، زوروا موقعنا عبر الإنترنت www.alaqsavoice.bs.